اتفضلي. ما شاء الله بيتك كتير حلو. ميرسي. لك ذوق غريب. مثلي. شعراتك حلوين لابين لك، لابين للتياب كمان. ميرسي. تفضلي. وين بتحبي تقعدي، هون او نقعد برا؟ ما عندي مشكل، وين حضرتك قاعد؟ تعي ورجيك الفيو اللي عندي، بحبه كتير. تشرفي. ايه مدام، شغلتي لي بالي، احكي لي كيف اوضاعكم انت ورافي؟ يعني اون اوف، ما في شيء تغير. بس انا قررت كبر عقلي شوي. يعني ما بدي كتير فوت بي. لحظه شوي. اول شيء ما بدك تكوني متلبكه، هون بيت استرخاء. شرفتي اول شيء. ثاني شيء شوي ريلاكس. تفضل. لا كنت عم بقول لك انه انا قررت يعني ما ركز كثير بالمشاكل، لانه اذا بتركز كثير بالمشاكل بيطلع لك مشاكل اكبر. برافو. قررت انه ركز على شغلي وعلى مستقبلي المهني. الله يسمعنا الاخبار الطيبه. انا وندى قررنا انه عم نشوف مكتب كرمال بي ار. شفنا مكتب وهلا رح ناخده. حكينا شوي مع شركة بدبي، يمكن نوظف ناس هون، نوظف ناس بدبي، و يعني نستلم شركة كبيرة مثل شركة حضرتك. برافو. عن جد يبدو راسمينا على تقيل من الأول. ها؟ بلاي بيج. شو بتحبي ضيفك؟ ما بدي عزبك. لا ما في عزب، حجيب لك شيء على ذوقي عن إذنك.